حاليا في مين؟ عبد الله تتبع البلاغ الواصل بوجود اسماك على الساحل. اليوم تم رصد بعض الاسماك القائيه في هذه المنطقه، والتي يتبين لدينا مبدئيا بان اسماك لا يرغبون فيها الصيادين بالجره الخلفي او ما يسمى بالباي كاتش، الصيد الجانبي، ومن ثم القائها مره ثانيه في البحر وتاتي لنا في كميات كبيره على الساحل. وهذا يمكن الدليل بتحلم أسماك الشم اللي موجودة هني مع احتراق رأس السمكة، يبين معنا بأن هذه بعض الأسماك التي لم يرقوا فيها الصيادين بالشباك، ومن ثم إلقاها مرة ثانية في البحر وأتتنا اليوم على الشاطئ. مين عبد الله يوم الجمعة.